and action. عالسلامة، مرحبا بكم في حلقة اليوم. حلقة اليوم برعاية التفاؤل والحب والأخبار الباهية والأخبار الطيبة. أول أخبار باهية عنا والكل تفاؤل. حسب الإحصائيات 72% من الشعب التونسي متشائم. يا ولادي علاش متشائمين؟ تو مترشحين للكوب دي مون وعنا يوسف المساكني، في نورمال مون تبداو طايرين بالفرحه. تونس لاباس تو بجاه رب، احنا شنو ناقصنا على البلدان الاخرين؟ كيما شويه حاجات وتو بشويه بشويه تحسن، كيما شويه اقتصاد، الدينار جوست يطلع شوي. صحيح كل شيء غالي والموظف ماهوش خالط على حد شيء، الفلفل ب 7000، الفارينه اصلا مقطوعه، شويه رشوه محسوبيه. طالع زيد السبيطارات حالة حليلة، النقل ناقصوا شوية بركة روشيك، أما المشكلة نتاعو سهلة ياسر، جوست يطيشوا الأسطول نتاع الكيران والمتروات اللي عنا على خاطرهم ما يصلحوش ويجيبوا لنا متروات وكيران جدد. علاش تكبروا في الحكاية؟ علاش متشائمين؟ باهي يا سيدي. طب بالنسبة للحاجات اللي ناقصيننا شنو ما هم؟ الحاجة الأولى ما عندناش كورة. بون مستانسين بها هذي حقا، ما هبطت ميزاجور جديدة عنا في الرياضة التونسية. في بالكم اللي الحاكم ما عادش يضرب في الجمهور؟ في بالكم اللي أصلا الجمهور ما عادش يسب في الحاكم وفي الجوارات؟ توا حصريا عنا في تونس الجوارات هما اللي يسبوا الجمهور وهما يضربوا الجمهور زادا. يبدا جوار قاعد مركز في اللعبه نتاعو، واحد من الجمهور يعطف عاد يمشي يضرب دبوس على راسه ما يقلقوش ما تعدلوش الله غالب. باهي لا علينا لا علينا، توا في الكوره في الحكايات الفارغه نرجعوا في اللي به الفائده. ما عندناش بترو، ما عندناش بنيه تحتيه، ما عندناش مجلس نواب. بو هو نحن ما نستحقوش كي بيه كي بلاش. ما عندناش استثمارات، ما عندناش خدم، وعادي وينو المشكل؟ وينو المشكل؟ وينو المشكل؟ نحنا عندنا مشاكل خفيف على الاخر نجمو نتجاوزوهم فاسيلمون، كيما الرقمنا في الادارات مثلا. تمشي باش تعمل مضمون يقول لك الريزو تاعي نورمال عادي انا استنسس احمد ربي. اما باش نجيو للصحيح، لو كان يشلقوا بيك عندك بيتكوين تشد الحبس على خاطرك تبيض في الاموال، لو كان يشلقوا بيك تطير في درون تشد الحبس على خاطرك تتجسس على المنشآت الامنيه، كان يشلقوا بيك تشري في السلعه الكونترا اللي هما جايبينها جوست باش انت تسترزق بها تشد الحبس على خاطرنا احنا ضد التجاره الموازيه. احنا التجاره الموازيه. نرجعوا للي ما عندناش، ما عندناش بيبر، ما عندناش فيبروبتي، ما عندناش كونيكسيون اصلا. تخلص لوبيراتور في 10 ميجاوات ياخذوا لك كان زوز مبايلين، تمشي تقول لهم علاش يا خويا هكا؟ يقول لك برا خلص بعدش التيكيت تليفون هذيك نتاع دينار نبيعوا فيها ب 12.150. تي حتى صاحبتي باش نقول لها حبي شنو ولات؟ ما خلطتش. اما هذا الكل عادي، وينو المشكل؟ تي علاش متشائمين؟ تي حمدوا ربي عني عندكم غيرنا غطس في الخير للعنكوش، انتوما باقي تتشكاو تتبكاو، شويه تفائل يا عايشه.